ريديوس ريوز اند ريسايكل. موضوعنا اليوم مع مارك بيروتي بنيتشر. صباح الخير مارك. هاي. كيفك اليوم؟ سبب الصوت مش كثير سبب بس انه عاملين ريديوس للصوت. هون المواضيع ستيفاني، يعني اذا كل جمعه بنحكي عنهم ونرجع نفرج بركات زيت الصور ونطلب زيت الاسس، لازم كل يوم انه نعملها قد ما بنقدر، لانه عمليا هالاشياء كثير يعني نحن عم نتاثر فيهم. عم نحكي عن ثلاث كلمات يلي هن ريديوس ريوز اند ريسايكل او انه تخفيف، عم نحكي اكيد عن الزباله، اعاده الاستعمال، وبعدين اعاده التدوير. هلا بعد شوي بنفرج ليه مهمين وقدامهم، وخاصه اذا بتعرفي حوالينا يعني قد ايه عن جد عم تكثر زباله. مثل ما دائما نحن بنقول انه الدوله عندها كثير بار تعملها، بس نحن كمان في عندنا وجبات فيها نعملهم. فراح بلش انا بكم صوره بس هيك حبيت حطهم، لانه ما بدي ما كنت على بالي فرجي صوره. كل واحد بيقول وقفي علي، كل العالم عم يعملوا وما ببلشوا، يعني لازم من محل نبلش كلنا نساعد الدولة تهي كمان تقدر تساعدنا 100%. هيدا الشيء الضروري نعمله. رح بلش بالصور لنفرج هول الصور، يعني شوي بيحكوا عن الموضوع اللي عم نحكي عنه. انا حبيت نقيهم، ما بدي افرج الصور من لبنان بس انه الفكره هيك تنفهمون، يعني اوقات شو بيتركوا بعد العصافير مثلا او بعد الحيوانات مثل الكلب هون، اوقات شو نحن بنترك. وحبيت احط هيدي الصوره يلي هيك الايفولوشن، بقول انه بلشنا من البحر وشكلنا هيك كيف انه بعدين عم نرجع، كيف الارض هيك شكلها عم تتطوق بالكيس النايلون. واكيد لانه هيدي مثلا تنوصل مسج يعني كبيره عن الموضوع. هلا اول كلمه عم نحكي عنها نحن هي تو ريديوس. هلا بنقول بعد شوي ليه عم نحكي عن هذا الشيء، بس نخفف، لانه في كثير اشخاص بيقولوا، في مره فرجيتك هذا انت حبيت اياه فرجع حتى، انه نحن عايشين بمجتمع او هيك في كثير يعني سوسيتي دو كونسوماسيون يعني صح، وهيدا الكود اذا بتتذكري ما راح اترجمه بالعربي. فشو الفكره؟ الفكره هو انه نحن مطلوب منا قد ما بنقدر تو ريديوس تنخفف. هلا نحن في كثير قصص فينا نقرر نخفف فيهم منا هالقد كومبليكي. يعني مثلا اذا انا بقرر انه يصير طفي الضوء لما فيلم الاوضه، او لما مثلا بقرر انه اذا جينا مثلا على جامعه على مدرسه في كوليك بيشتغلوا سوا يجوا بزيت السياره، او انه خفف حيلا شيء مثلا. أنا هيك بعمل هذا باي وحده كاربولينج سيارة كاربولينج اهم شيء، او مثلا نعيش اوقات مثلا نهار من دون زباله مثلا، بدون كيس نايلون مثل ما بنفرجي ونفهم ليه. يعني لما هول الاساس دائما هيدا انا مثلا بفرجي انا تشوفي قد ايه الاساس هي كلها ريليتد. يعني لما بنروح على البحر بنتضايق من انه في كثير قناديل بتموز وابو هيك، لما بنعرف انه طيب عم يكثروا القناديل اوتروت لانه شو اسمه السي تيرتلز هن يلي هن يعني بياكلوا هالتيرتل بياكلوا القناديل، وهن عم يختنقوا بسبب ما بيميزوا بين كيس النايلون وبين القناديل. فاذا نحن بنكمل كيف ما كان نستعمل كيس النايلون مثل ما عم نفرجي بالصور وما بنفهم انه زبالتنا اوقات هيك بتنتهي، بنكون نحن كمان ما عم نعمل بارت تبعنا. فهيدي الشغله يعني كثير مهمه ننتبه لها، فلازم نفهم انه كل الاعمال تبعنا بالاخر هن بيرجعوا، يعني الشغله بترجع لنا. فاذا قررنا نخفف الكيس النايلون هيدا بنكون نحن عم نعمل شيء عمل له عزه. فالستيفاني الكلمات اللي عم بحكي عنهم هن هول ريديوس ريوز اند ريسايكل، يلي قد ما بنقدر نخفف الزباله تبعنا، قد ما بنقدر نرجع نستعملها لهيدي الزباله واكثر، وبعدين نروح على ريسايكلينج. هلا شغله كثير مهمه رح حط هيدي الصوره يلي بتفرجي انه بالاولويات تبع الزباله اهم شيء فوق هو انه نحن نخفف، بعدين نرجع نستعمل. هلا بعدين اللي فينا نعمله ريسايكلينج نعمله، بس كل شيء بيروح بعدين انرجي ريكفري وديسبوزل يلي هو التمر وهالقصص هو مش شغلتنا، شغله الدوله. فنحن كل واحد بالمصدر اول ثلاثه نحن فينا نعمل 100%. هذا اللي بيقولوا له اوقات الفرز بالمصدر او نخفف الفرز بالمصدر، يعني اللي عم نحكي عنهم. فكيف يعني هول الامثال حكيناهم بالاول ريوز مزبوط. هلا ريوز شغله كثير مهمه لانه ممكن نرجع نستعملهم اذا بدنا. يعني انا هلا اوقات لانه لما بكون عم بعمل محاضره عن هذا الموضوع في كثير اشخاص بيقولوا لي ما قلنا جلاده نحن نرجع نستعمل النفايات وهيك، بس الفكره انه اوقات فينا ننبش بالمجتمع تبعنا على ناس بحبوا يعملوا هذا الاشياء. مثلا انا عندي كثير فلين بعطيهم اياهم اذا انا ما بدي اعمل، بس طلعي هول معمولين بالسد غتل شوبان مثلا، معمولين قصص، في ناس بحبوا يعملوا هالاخبار، او بلتنك تبع حليب او حيلا شيء يعني، او بالبلاستيك.
فكل هالأساس هن إعادة استعمال. ليه؟ لأنه نحن عم نعمل هذا الشيء مش لأنه مثلا نحن بخيلين أو هيك عم نعمله، لأننا بننكبهم بالطبيعة 100%، لأنه نحن فهمين أنه هولي من الطبيعة وهو بترول وبلاستيك وبده كتير وقت ليرجع يروح، وفهمين أنه إذا نحن بنرجع بنعطي لحيالة برودكت حياة تانية عم ما بروح على الزبالة لفترة أكتر، كل ما نحن بنكون عم نحل مشكلة الزبالة يلي عم تتكاثر. يعني هلا في أشخاص بيروحوا أبعد، يعني بيعملوا مثلا هلا دولي بالسيارات، بيعملوا فيه مثلا في هلا في أشخاص بيعملوا بارك بلبنان من دولي بالسيارات، أوقات مثلا ووتر بوند، يعني مثل حدا بيعمل مثل بركة صغيرة بالبيت معمولة من دولاب تراكتور كبير، في حد فيها يعني في كتير أفكار. في أشخاص حتى بيعملوا من الدواليب قصص حلوه، يعني مثل ما عم بفرجه زيدين وزنانير 100%. هلا في اشخاص هن بسموه ذا جاربج ارتست، يعني هن بيوصلوا مسج انه الزباله لا فينا نطلع فيها اشياء حلوه من خلالهم، مثلا هيدا بجمعوا زباله بيبعثوا الضوء عليها تيفرجوا انه لا الزباله فيها كثير قصص معروفه وحلوه. هلا هون في عندنا كمان هيدا شخص اسمه هاشولت، بسافر على كل العالم، حد مونيمون كتير مشهورين بالعالم، مثلا هون بالأهرامات بفرجي بيحط جيش كله من زبالة تنفهم قدي في زبالة وقدي نحن عم نستعملها. وفي شيء كتير خطير هو الزبالة اللي عم تروح على البحر يلي ما عم نشوفها، يعني أوقات لما بنفرجي زبالة هلا على الطرقات عم نشوفها عم نقول لي أنه عم يشوم وهيك، بس الأدرب هو اللي عم بروح لتحت البحر يلي ما عم نشوفه، كمان مشكل كبير. هلا ليك هون مثلا في حدا بجمع الساعات يلي هن منزوعه ومكبوبه بحولهم لموتويات صغيره بسيكلاتات صغيره، اوقات يعني مهضومين في كثير في كثير. فكيف فينا نعمل دجا اذا نحن نختصر اول شغلتنا بنمر على ريسايكلينج؟ انا قد ما بقدر نبش على قصص في خفف اعملها ما يعني، او بالتشويس اللي بعمله، يعني مثلا لما بروح لنقول بشتري قصد اناني لنقول انواع من الكولا او هيك او يلي هن مثلا شربها رده لنقول هيدا قرار انا باخده تعامله. لما بروح بشتري دواء وكرمال شغله صغيره ما باخذ كيس نايلون مثلا نايلون. 100% بحط دغري العلبه بجزدانه مثلا، صح هول تخفيف او هول ريديوس. هلا ريوز هن هالامثال اللي فرجيناها هون، بعد في كثير امثال يعني اكيد غيرهم وهيك. هلا الشيء الحلو كمان بدنا نحكي عنه يلي هو هون قصص كثير يعني حلوه فينا بلبنان، يعني اذا عملناها بننصدم قد ايه في حلول لها، بس نحن ما بننبش. اذا بتجي بتطلع على الزباله عندنا بلبنان في عندنا مشكل كبير انه الزباله اللبنانيه تبعنا هي مكونه من كثير مواد عضويه. فهون شغله كثير مهمه نفهمها يلي هو انه هالزبالة العضوية اللي عنا إياها كتير، يعني أوقات فيها تكون 60-80% حتى بتروح من الزبالة ببيت. فلازم نبلش نعملهم كومبوست، يعني لازم نحن نبلش كل هالأكل نحوله لكومبوست لتراب نستعمله بالزراعة. هلأ هون لازم عن جد البلديات تساعد مثلاً، لازم يعني لأنه قديس لنا عم نحكي مزبوط. هلأ في أشخاص مثلاً هن قرروا يبلشوا يعمل كومبوست تبعهم بالبيوت، مثلاً تقلك ألبير زميلنا صار عنده باك كومبوست فرجانيه، ففي كمان فينا نحن نجيب الزباله، هو عم بيعملون كل هالزباله بتطلع من عنده من الزراعه من البيت بحطون وبيتحولوا لتراب بيرجعوا بيستعملون بالزراعه. فهيدا شغله كثير مهمه بالكومبوست. اكيد لازم نفهم شو القصص اللي نحطهم جوا شو القصص اللي نكبهم، بس الباك كومبوست مش ضروري يكون متطور، في يكون مثل هيدا الصوره يلي بنحط زباله. اكيد بكره بنعمل حلقه بنرجع بنذكر كيف نذكر أكيد. بس بالاخر من تحت بيصير فيه التراب ومن فوق بيرجع بنكون زبالة، وهيدا التراب بنرجع بنستعمله بالزراعة وبيرجع أكيد على الأرض وهيك. هلأ هون رح خبرك عن قصص عم بتصير بلبنان ولريت بننبش عليها. لما هلأ نحن بنكون خففنا زبالة رجعنا عدنا نستعمل وهيك، بعدين في عنا شيء بنسميه ريسايكلينج يلي بيجي ثالث مرحلة يلي هي إعادة التدوير. هون كمان أنا بعرف صار كتير أشخاص بلبنان بجامعات ببيوت ببنايات عم بيجبروا مثلاً زملائهم أنه هن يفوتوا بهذه الشغلة، وإذا بتشوف قدي هينة منا هالقد صعبة. يعني تعطيك أمثال بلبنان حالياً في شركة عم بتروح بتجمع كل شيء بلاستيك اسمه PET، يعني أنان البلاستيك العادي يلي هن أنان ماي أنان أوقات كولا وهيك بيتجمعوا، وهول الأنان عم بيشتريهم
هيدا ما عم بيشتريه نحن، بس مهم انه نعرف وينه ونسأل وهيك، وعم بحولوا لهيدا القماش اللي عم نشوف قدامنا اسمها داكرون فايبر. يعني تصوري انه اوقات لما بنشوف اشخاص بيكونوا عم بلموا زباله، مش ضروري يكونوا عم بلموه لانه الفقراء، عم بلموهم لانه هيدا شغلتهم، يروحوا يلموا هيدا البلاستيك تيبيعوه لهيدا المعمل تيعملوا داكرون فايبر. بس تخيلي اذا نحن بنصير نحن كمان فينا نجمعهم نبيع 100%، فينا نجمع مثلا ببنايه بجامعه بمؤسسه هالبلاستيك. نحن بنجمعهم اصلا بلدي عندنا، نحن نفرز الزبالة وأكيد منحطهم بغير كياس، والبلدية هي ترجع بتخدم هيك. سو هيدا أنواع البلاستيك اللي اسمه البي إي تي يلي بتحولوا هيك. هلا بعدين في أنواع من البلاستيك اللي اسمه هيدا سيتي بولي إيتيلين يلي هن مثلا مثل، يعني رح فرجي الصورة كيف بتكون، يعني هن هول البلاستيك اللي عم شوفهم على الصورة من تحت يلي هن السطل المنزوع وأشياء شوي أقوى يعني هيك. هول 100% هول في شركات لبنانية في أكثر من 60 معمل عم ياخذوهم يدوبوهم يرجعوا يحولوهم لبويات مثل ما كنت عم فرجي قبل، لحتى بريش، لحتى صناديق وهيك، كمان هول بيرجعوا بيتحولوا. تخيل إنه نحن لما نكون عم نوديهم على الزبالة ونطمرهم، قديه عم نخسر نرجع نعمل هول الأشياء. يمكن كمان فيهم يعملوا مبادرة شركات المي يلي بيبيعوا هالأنينة، صح، يعني كمان يرجعوا ياخذون هن ويعطوا مصاري قبلهم. في بكم سوبر ماركت في هذا الشيء، وفي جامعة بلبنان عندها كمان مثل كيوسك بتحطي فيه الأنينة بيطلع لك قباله مصاري وهيك. مش مشكلة من المصاري تنرجع نرد لهم اياهم هن يعملوا، أكيد أكيد، بس يعطون لناس. بس مهم المصاري الإنسان يفهم إنه نعطي انسنتيفز يعني تنعملها، يعني هيدي لأنه في أشخاص ما رح يعملوها. هلا الترك لما نرجع كمان نعمل له ريسايكلينج بلبنان، حاليا ما في معامل كثير بتقدر تعمل ريسايكلينج للترك، فاللي عم بيصير انه هالشركات عم ترجع تجمع الترك كمان بس عم بيصدروه لبرا يدوبوه يرجع يجي على لبنان. شغله كثير اساسيه يلي هي الكرتون. الكرتون حاليا في 4 معامل كثير بلبنان، كمان ان كان كرتون ان كان ورق، وهون الشغله كثير مهمه نعرفها انه اذا عندي انا كرتون أو كتب أو كتب ما نروح نحطهم بالكومبوست لأنه أو تنعملهم هون. إذا ضاف مش بس بده وقت، لا لأنه مش قصة وقت، قصة أنه هون بنقدر نعملهم إعادة تدوير 7 مرات أوقات. فمشان هيك مش ضروري يروحوا على تراب، يعني إذا كان مجوية الورقة أوكي، بس إذا كانت نظيفة مش ضروري ولا شوي تروح على تراب. هلا هون في شغلة بعد كمان حابب أفرجي عنها، بس ما في سامي مشان ما نعمل دعاية، بس في لما نكون نحن شلنا كل الزبالة تبعنا مثلا عندنا تدوير كثير منهم البلاستيك الازاز وهيك، بيبقى شيء بالعربي بسموه عوادم يلي هن هون يلي اصلا بيروحوا على التمر، كيس نايلون، انواع من النايلون يلي ما بينعملوا ريسايكلينج وهيك. حاليا في شركه لبنانيه ما رح في اسميها، بس عم بيجيبوا هيدا الكيس نايلون كلها يهرمون، لقيوا تكنيك عم يتحولوا لشيء اسمه ايكو بورد، انواع مثل بلاستيك مضغوط، وهيدا الايكو بورد عم يتحول لبيوت، عم يتحول لكراسي، عم يتحول لا مثلا هون عم نشوف لكومبوست بينز، بيتحول لاساس نزرع فيها. فاكتشف قد ايه في مبادرات لبنانيه كثير مهمه، ولانها بس بالشغله بعد انه كمان صار في مبادره لبنانيه كثير مهمه يلي هي الازاز، لانه هيدا لازم نعمل لها حلقه. الازاز الابيض اوكي الترانسبارون بيعمل له ريسيكلاج، الملون لونه اخضر وبدنا وكل هول، اسرائيل بال 2006 دمرت المعمل يلي كان يعمل له ريسايكلينج، فخلقت مبادره لبنانيه اسمها سيجريل او جريل يلي هن بيجمعوا هذا الازاز بياخذوه على مطرح بكسرون بدوبون بيرجعوا ببيعون كريوزد كمان برودكتس. فتنشوف انه نحن عندنا تشويس نعمل هالقصص، بس بهم ننبش ويننا ونعطيهم الاغراض وهيك. ثانك يو مارك، نرجع نشوفك نهار السبت على راد مشاهدينا، وقفه ومنتابعه لايف.